سلام، صبحتو بخير. داك طبالبي ان شاء الله اليوم نديرو طبيخه، فول وقرنون والجلبانه والحشيش والدرسه تاعنا، ثوم وفلفل دريس. انا ولينا درنا دوك هذيك الفول، درنا الدرسه، درنا شويه حشيش، دوك نقليوهم مليح في الزيت. دوك نقصوا له النار ونخلوه يتقلى مليح مليح، من بعد نديروا شويه طوماطيش كونسير ونديروا له الناميرو الجلبانه والقرنون حتى يذوب مليح الفول ان شاء الله. دوكا كي تقلنا الفول مليح او تقلى مليح الفول تاع كامل، دوكا واش نديروا؟ نعملوا الجلبانه. هاي زيت تقلى هي شويه، زيت تقلى شويه معاه، من بعد نمرقوها نرمولها نرمول القرنون، نديرو شويه طوماطيش تاع كونسير تاع البيض. ها قبل الجلبانة تاعنا يطابت مع القرنون، هاديك مع الفول هنطابو هاديك. دوكا واش نديرو؟ نرمو القرنون تاعنا، نغطيوها ونخلوها طيب. مور ما خليناها طابت نص ساعة، هادي هو الطبق تاعنا كيفاش خرج. عجبتكم الوصفة ما تنساوش تشتركوا في القناة.